يا خاوتي كيما على بالكم باللي المراركة واعداء هذا الوطن راهم هبلوا خرجوا عن السيطره. باش ما يتسنيالاش الفيديو فقط اهبط لتحت وخلي لايك، ما راك خاسر والو خويا. وما تنساوش حاجه دائما نقولها لكم، افتخروا بانكم جزائريون في التعليقات. الان روحوا مباشره نشوفوا الفيديو كيف كيف. والان دعونا نتحدث عن الجزائر قبل الحديث عن الدور الذي ستلعبه في قياده التمرد العالمي على النظام الالحادي. قرات منذ لحظات خبر بإحدى الصحف يقول بأن الجزائر قامت بإضافة المقطع محذوف مناوي اللي فرنسا أضافته إلى النشيد الوطني الجزائري. وعلى ذمة الخبر يبدو أن هذا طبعا مؤشرا على تدهور العلاقة بين البلدين، ونعرف الأسباب بلا شك، أو قل هذا ردا صارما على الاستفزازات الفرنسية. ولكن بعيدا عن الاستفزاز، ماذا عن النشيد الفرنسي الذي يتغنى بآلام الشعوب ويعتبرها أمجادا؟ النشيد الوطني الفرنسي رغم موسيقاه فهو رسالة حربية متطرفة تتغنى بالسلاح والقتل والسحل وتحرض الجنود. هذا النشيد يتحدث إلى الجنود، يحرضهم على قطع حناجر الشعوب. بهذه البساطة أين العظمة في نشيد كهذا؟ إنه يختزل العنف الاستعماري الذي عانى منه الجزائريون ودفعوا نظير هذا العنف ملايين الشهداء. أفلا يحق للجزائر أن توثق أضحيتها في نشيدها الوطني؟ أرسلوا لي تلك الفقرة المحذوفة وسأقوم بحفظها. ووفقا للتقليد أيضا بهذه القناة لابد من الحديث عن الاختراقات والإنجازات الاقتصادية في الجزائر ضمن مشروع النهضة الشاملة. ولدينا اليوم خبر رائع يتمثل في شروع الجزائر في تنفيذ مشروع أرزيو الضخم للبتروكيماويات الموقع بين شركة ناتراك الجزائرية وشركة بيتروفاك البريطانية. الآن عرفنا سر التهافت البريطاني يعني لإرضاء الجزائر. ولدي شخصيا قناعة بأن بريطانيا ستفعل أشياء كثيرة ستعجب الصحراويين، وأترك البقية لخيالكم. المهم في هذا الأمر إن المشروع سيوفر آلاف الفرص أثناء التنفيذ وبعد الاكتمال. بالنسبة لقيادة الجزائر لحركة التمرد العالمي ضد النظام الالحادي، أولا هذه الفكرة والمناسبة قديمة نسبيا، ولقد ظلت باستمرار لصيقة بالمبادئ الجزائرية. لم تكن الجزائر رائدة في حركة عدم الانحياز عبثا، كان ذلك تمردا على عالم يسير في خطين متوازيين ولا مجال حتى يعني خطوط أخرى فيه. لا تنسوا أن حركة عدم الانحياز خرجت من رحم الحرب الباردة، بمعنى آخر كان العالم أفضل مما أصبح عليه بعد هيمنة أمريكا، وتاليا فإن موجبات التمرد أصبحت أكبر. للأسف طبعا الجزائر في خصوصا في سنوات العشرية السوداء وغيرها من عوامل المعيقة عطلت الكثير من مشاريع الجزائر الطموحة، وكان العالم حتى وقت قريب قد فقد الأمل حتى في ثنائية قطبية ناهيك عن التعددية القطبية. لم يشهد العالم استئسادا لدولة على مقدرات الشعوب كما حدث بعد سقوط جدار برلين وهيمنة أمريكا. من الناحية الثقافية من التراكمية لا توجد مشكلة من حيث الإجماع حول رداءة الوضع العالمي. لقد رسخت أمريكا بأخطائها الجسيمة قناعة عالمية بضرورة الإجهاز على النظام العالمي. إذن المصوغات قوية وكافية ولا توجد مشكلة من حيث طبعا الشرارة، فلقد تعهدت روسيا بهذا الأمر، وكان اجتياح أوكرانيا إذانا بانطلاق حركة التمرد العالمي. وبقيت هناك مشكلة متعلقة بالقوة المتوسطة الحجم، القوة الإقليمية، هذه مساحة للجرأة. لديك هذه القوة من لديه الجرأة لتحريك النظراء والدول الأكثر تضررا من النظام العالمي الأمريكي. هذا هو البحث، ما هي الدولة التي تمتلك الأدوات ولديها العراقة في محافل الصراع من أجل المبادئ العالمية ولديها الجرأة؟ قال السفير الروسي منذ أيام إن الجزائر بتاريخها وثقلها وقيمها الثورية قادرة على إحداث ثورة عالمية من شأنها المساهمة في إسقاط المنظومة العالمية، وهو محق. جنوب إفريقيا أيضا تناضل في نفس الاتجاه، ولحسن الحظ أنها حليفة استراتيجية للجزائر. في تقديري
كانت العقبة ربما نظريا العقبة الوحيدة هي زيارة الرئيس الجزائري لروسيا، ومع زوال هذه العقبة سيتم تدشين الحملة العالمية. الصين وروسيا لا تستطيعان ما تستطيع الجزائر القيام به في مضمار الدعوة للتعددية القطبية. ينظر إلى الصين وروسيا على أنهما تسعيان للتمدد والهيمنة، هذا ليس صحيحا طبعا، ولكن يستطيع الغرب التشويش عليهما باعتبارهما طبعا على أساس وجود خصومة وتنافس خطير بينهما، ويستطيع إلساق الغرب إلساق التهم بهم. ولهذا فإن وجود دولة مؤثرة تنتمي لدول العالم المهمش سيكون أمضى عزيمة وأكثر تأثيرا في تأليب القوى متوسطة الحجم في العالم. ولو تذكرون كنت قد قلت ذات مرة أن القوى الإقليمية عادة تستفيد من تصادم القوى العظمى، والتعددية القطبية هي في الأساس تجسيد لطموحات القوى الإقليمية. هذا هو البارجن، عندما تصطدم القوى العظمى في الأخير الهامش التفاوض يمنح هذه القوى المتوسطة القوى الإقليمية هوامش أكبر، وحتى الدول العادية ستجد متنفسا أكبر ضمن تشكيلة التعدد القطبي. أعتقد أن خطة دخول الجزائر مجلس الأمن الدولي كانت مدروسة بعناية، وأريد لها أن تسبق تحركاتها على الصعيد العالمي والدعوة إلى التعددية القطبية. هذه ليست حرب على أمريكا بالضرورة، إنها حرب مبادئ، ووسيلتها الثقل الدبلوماسي والاشتغال على القواسم المشتركة. وما في يعني كل ما في الأمر ما أن تشرع الجزائر في الدعم للتعددية القطبية ستقوم الصين وروسيا وعشرة الدول المؤثرة بالالتفاف حول الجزائر. ستكون الجزائر صوتهم، وأنا على يقين بأن الاتفاقيات وراء الكواليس قد أبرمت ولم يبقى إلا التنفيذ. وبعيدا عن المزايا التاريخية والثورية المعروفة، للجزائر مزايا كثيرة وكذلك حوافز أخرى، ومنها أن الجزائر أولا هي الدولة الوحيدة في الوقت الراهن التي سيتجنب الغرب الصدام معها، خصوصا أوروبا، لأنها خلال الأعوام القليلة الماضية وبشكل خاص في العام الأخير وثقت علاقاتها الاقتصادية مع لفيف من الدول الأوروبية ليس آخرها بريطانيا. ولقد أصبحت الدول الأوروبية بالذات أكثر اعتماداً على الجزائر، الأمر الذي يجعلها على الأقل أقل عرضة للابتزاز. ثانياً، هناك الحافز الأمني للجزائر، الأمر لا يتعلق بالزعامة والوجاهة، الجزائر لم تشعر بالأمان ويدعو النظام الأمريكي الإلحادي طريقة، ولقد سئمت من الابتزاز ومجرد إلغائها لزيارة فرنسا والاتفاق بزيارة روسيا في ظل ظروف دولية تتسم بالحساسية دليل قاطع أولا على جرأة الجزائر، وأيضا أن خيار الأمن القومي الاستراتيجي هو الأهم بالنسبة للجزائر، ولا توجد طريقة أمثل لحماية أمنها الاستراتيجي من الانخراط بقوة لتجسيد حلم التعددية القطبية، هذا يمنح الجزائر غطاء أفضل. ثالثا، الجزائر تتمتع بثقة أهم طرفين في معادلة الصراع وهما الصين وروسيا، وحدث ولا حرج طبعا، الثقة العربية، الثقة الإفريقية، ثقة أمريكا اللاتينية. تدرك الجزائر أن هناك فرصة تاريخية لن يجود التاريخ بمثلها، ويبدو وكأن هذه الفرصة قد فصلت وطرزت لأجل الجزائر، والجزائر التي نعرفها جيدا لن تفوت هذه الفرصة أبدا. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.